أول الفجر ما يطلع على الدنيا تاخد بعضك وتسافر. كل اللي يسألك عني قل له إني بخير وصحة وعافية. أمي قالت لي أوعاك ترجع إلا أبوك في يدك. حسين يا ولدي، أبوك لسه بصحته وعافيته الحمد لله، لسه عقله ما اختلش عشان تاخده في يدك. أنا بعد ما شفتك يا ولدي قلبي اطمن والخوف ضاع مني. الفنان المصري الراحل علي الشريف من مواليد الثالث من شهر يناير من العام 1934. كان الفنان علي الشريف صاحب إطلالة مميزة في السينما المصرية. قدم علي الشريف مجموعة من الأعمال، ولعل أشهرها دوره المتميز في فيلم الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين. أنا جبت بطيخة اهي المطوى النظيفة، قطع حتة الخلكة دي. كل انتوا بالهنا والشيف، انا ماليش نفس. الله قري يا ابو محمد، وحياة النبي لا تكون اول واحد يدوق. ايه انت قاعد كده لا بتاكل ولا حاجة؟ قول يا باسط. والله لا تقيم معانا نتغدى يا ابو محمد، تعال احدانا، ده احنا دبحين جوز فراخ وعندنا رز معمر. شارك الفنان الراحل في عشرات الافلام السينمائية، ومن أشهر المسلسلات التي شارك بها أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، المعلم صاحب القهوة، ومسلسل الأيام عن قصة حياة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. الفنان علي الشريف هو نجمنا النهارده في فقره ابيض واسود، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع الاستاذ حسن الشريف ابنه، نعرف تفاصيل اكتر عن حياته اللي بداها بالصدفه من خلال فيلم الارض مع يوسف شاهين. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك معنا. صباح النور عليك واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ويمكن مش كتير من الناس يعرفوا ان علي الشريف ما كانش ناوي يمثل، يعني ما كانش ده في تفكيره، كان تفكيره سياسه، واعتقل 6 سنوات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب يعني اتهامه بقلب نظام الحكم، ودخل بالزبط. المعتقل بالزبط. في المعتقل بقى تحول اهتمامه الى التمثيل. ازاي؟ هو في المعتقل كانوا معتقلين في معتقل اسمه معتقل الواحات. ايوه، معتقل الواحات كان مكان مفتوح وسايبين ابوابه مفتوحه، اللي عايز يهرب يهرب، مش هيعرف يروح في اي حته، هيطوف في الصحراء. فحبوا ان هم يسالوا نفسهم بقى ويشوفوا انشطاتهم ايه اللي ممكن تتعمل. فابويا الله يرحمه بقى في عملين مهمين قام بيهم. اول حاجه الزراعه، لان كان اوقات الاكل بيتاخر عليهم قوي، فكانوا محتاجين ان هم ياكلوا. فهو اللي بدأ يزرع المنطقة دي ويكتشفها زراعيا في البداية خالص. الكلام ده في الخمسينات، يعني في أواخر الخمسينات. وبعدين بنوا مسرح وبدأوا يعملوا أنشطة مسرحية. يمكن المسرح لحد دلوقتي لسه موجود، ممكن يعني ممكن الناس تتفرج عليه. فمن ضمن المسرحيات اللي اتعملت مسرحية مرصاد، وأبويا قام بدور واحدة ست. أول دور ليه في حياته؟ كان أول دور تقريباً. كان وقتها عم حسن فؤاد الله يرحمه كان بيكتب سيناريو فيلم الأرض. كتب السيناريو، لما خلص خرجوا من السجن فقدم السيناريو ليوسف شاهين. كان والدي الله يرحمه اعتقل وهو في تانية كلية. لما خلص 6 سنين اعتقال كمل حياته الدراسية، وبدأ يدور بقى على شغل وينتظم في الحياة عادي. فاشتغل في بنك اسمه بنك التسليف الزراعي، وكان كل ده لسه بيشوفه سيناريو فيلم الأرض، لسه يوسف شاهين بيقراه وبيبدأ يسكن الأدوار. فسكن كل الأدوار إلا دياب. إلا دياب. فبيقول للعم حسن، بيقول له كل الأدوار سكنت بس شخصية دياب دي اللي مش لاقي لها حل. قال له طب انا هفرجك على واحد لو عجبك ينفع يمثل، يعني كان به.
وبالصدفه البحته كده اتفقوا على ميعاد، فابويا داخل على يوسف شاهين قال له دياب، وبدات التمثيل من هنا بالنسبة. كانت الانطلاقه، ومن هنا كمان كانت تغيير المسار. يعني اعتقد هو كان بيشتغل في بنك التسليف الزراعي زي ما حضرتك بتقول، وكان ممكن ياخد كارير مختلف تماما عن التمثيل. بعد ما بدا رحله التمثيل اختياراته كانت ازاي؟ انا عارفه ان هو اشتغل في معظم افلام الراحل يوسف شاهين. هو لما عمل فيلم الارض، فيلم الارض اخذ جوائز كتير جدا. بعدها عمل العصفور، بعدها مجموعه افلام كده مع يوسف شاهين، او الشغل اللي كان بيشتغله يوسف شاهين الله يرحمه كان والدي كان بيشترك فيه. في نفس الوقت شارك مثلا في فيلم فجر الاسلام سنه 72. اشتغل مع مخرجين تانيين، بس انتشار لسه برضه محدود، مش انتشار واسع، ولسه المساله ما تقولبتش لشكل المعلم ابو كرش، ابو صوت اجاش. لا لسه الادوار كان ممكن ياخد ادوار المجرم، ادوار الشويش، ادوار مواصفاته الجسمانيه كانت بتفرض عليه هذه النوعيه من الادوار. طبعا يعني هو بس فيلم واحد تقريبا انا حاسس ان ورقه جه غلط، كان ابويا طلع ظابط. وعملوا ازاي يعني؟ انا مش فاهم. هو تقريبا المخرج كان حابب يعمل توليفه جديده، فجاب مثلا جاب ابويا كان هو الظابط، وكان تقريبا العصابه سيد عبد الغني. فانا قلت اكيد الورق جه غلط. المفروض ان سعيد عبد الغني دايما هو اللي كان بيلعب دور الظابط، ده حاجه تقليديه يعني. صحيح المفروض صحيح. العكس. انه هي معظم الادوار اللي عملها ابويا طبعا لغلظه الشكل ممكن والصوت، فاتفرض عليه ادوار المعلم، انما هو كان ناجح جدا في ادوار الانسانيات. صحيح. يعني قد يكون قاتل بس بتعاطف معاه. يعني فيلم حب في الزنزانه هو قتل 99 واحد، فقال له يا ماهر تفتكر هاخد اعدام ولا مؤبد؟ يعني هو عارف هو البراءه بتاعته 25 سنه. فطبعا الاستاذ عادل امام قال له براءه ان شاء الله، قتل الراجل مجانا للست. هو اشتغل مع عادل امام اكتر من فيلم، يعني يا كركون في الشارع وحب في الزنزانه ويعني المشبوه وليل الشتاء دافئه والانسان يعيش مره واحده. لعب مجموعه افلام كتير لفتره طويله يعني. طب الجانب الاخر من علي الشريف اللي احنا ما نعرفوش، يعني احنا عارفينه كممثل قدير والادوار اللي قدمها، وطبعا سلسله من الافلام وادوار كلها جميله. حياته الشخصيه كانت عامله ازاي؟ طباعه كانت عامله ازاي؟ بس هو والد الله يرحمكم بيتوتي. يعني لو ما عندوش شغل هو في البيت. وانا يعني انا بستغرب لما دخلت المجال ده، بستغرب هو كان بيعمل ازاي العلاقات الكتير قوي دي، لان انا حاسس ان كل الناس عارفاه، كل الناس بتقول ان احنا نعرف علي الشريف قاعد معانا هنا. حتى بعد مرور الزمن ده كله حوالي 31 سنه والدي متوفي، فبقابل ناس كتير قوي يقول لي ده علي الشريف من هنا، علي الشريف من بلدنا، علي الشريف كان قاعد معانا، كان علي الشريف. فانتشاره كان غريب بالرغم ان انا كنت بشوف في البيت معظم الوقت هو لو ما عندهوش شغل هو قاعد في البيت. وكان شخصية طيبة جدا وانسانية جدا، يعني ما كانش بيضربنا، كان لما بيحب يعاقبنا. انتوا ستة اخوات، ثلاثة اولاد وثلاثة بنات بالظبط. احنا انا حسن، واخويا اسمه حسين، واخويا الثالث اسمه علي زي العابدين، واختي اسمها زينب، وفاطمة الزهراء، واسماء. جمع قال البيت كله. هو كان من الاشراف. احنا من اشراف سيدنا الحسين، بننتسب لآل البيت. بس ما لناش علاقة بالشيعة، لان في لبس حاصل.
لان وقت الوفاة والدي قال مدد يا حسين، فناس كتير كذبت على صفحات التواصل الاجتماعي ان احنا شيعة، واحنا لا علاقة لنا بالشيعة، احنا من اهل البيت ونفتخر ان احنا من اهل البيت، انما لا علاقة لنا بالشيعة وبافكار الشيعة. بس ده يعني لما ده يخليني اقول ان هو كان اكيد برضو من الناس اللي بتحب تروح تزور وتروح سيدنا الحسين وتقعد، بما ان هو بينتسب لآل البيت كل الناس يعني منسبين بيحبوا جدا الزيارات، يروحوا السيدة زينب، يروحوا السيدة نفيسة، يروحوا الحسين ويقعدوا. كان بيعمل ده في وقت فراغه؟ يعني كان في مرة، تفكروا حاجات غريبة، كان في مرة والدي راح لحد هو كأنه رايح يزور قرايبه، مش رايح يعني مش رايح حتى غريبة، فكان بيشعر بحميمية شديدة في الأماكن دي. كان في مرة كانوا بيزوروا مقام حد وقعد كتير، فالناس اللي معاه قالوا يلا بينا يعني عايزين نمشي، قال لهم لا لسه، وفضل قاعد تقريبا يعني تقريبا قعد حوالي 10 ساعات. وهي مش دروشة، بس هو احساس داخلي كده محدش لمسه. حتى يعني لحظة وفاته والدي كان بصحته وكان عامل الجنرال بتاع مسرحية علشان خاطر عيونك، ومسرحية تانية بتاعت اطفال اسمها علي بابا كرمانا شكرا، فكان يعني الحمد لله كان بصحة جيدة، بس فجأة قال انا هموت دلوقتي. صحيح، هو وفاته يعني برضو بتدل على ما في قلبه، لانه كان حاسس انه هيموت ويعني قال لكم ده قبل ما يموت. بالظبط، هو يعني هو يعني حاجه غريبه، هو قال ان هو هيموت ومات فعلا. كانت لحظه يعني غريبه جدا، فيها روحانيات مش مفهوم. صحيح انه كان بيقرا قبلها في كتاب الحسيني سائرا؟ لا، هو مش كتاب الحسيني سائرا، كان بيقرا حاجات عن موقعة كربلاء واللي حصل لسيدنا الحسين، فقرا الحاجات دي طبعا، التمثيل بالجثة، فقعد يعيط كتير قوي، قعد يعيط لدرجة ان انا وانا نايم سمعت صوت نحيب وهو بيعيط. وبعد ما خلص قراءة الكتاب قام قال لوالدتي، قال لها صحي العيال عشان اشوفهم لاني هموت دلوقتي. فقالت له ده يعني تموت ايه، شكلك مش باين عليه علامات موت ولا مش باين اي حاجه. قال لها بس ما توحيش يعني اسمع الكلام، لان انا هموت يعني الكلام بتاعك مش هيجيب اي نتيجه، انا هموت دلوقتي. ففتح البلكونه وقال مدد يا حسين جاي لكم يا اهل البيت. طبعا اتشاهد وقال مدد يا حسين وجاي لكم. وما كانش بيعاني من حاجه، ما كانش تعبان، مفيش اي امراض، كان ما يعاني منه والدي صحيا كان قولون عصبي، اللي يعني عند معظم الناس، اللي هو عند معظم المصريين. وبعدين نام على السرير وقال لها انت عارفه اللي ليا واللي عليا، سددي اللي عليا قبل ما تدوري على اللي ليا، وخدي بالك من الولاد، وتشاهد ومات. الله يرحمه يا حسين. يعني موته غريبه، كانه بيقابل الموت بدون خوف وبدون رهبه، سبحان الله، كانه شايف اللي جاي يعني بعد الموت وكانه خير يعني. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله هو في مكان احسن باذن الله وخير. حضرتك طبعا فنان، يعني دخلت الوحيد في الابناء اللي دخل مجال الفن. بتشوف افضل اعمال الوالد ايه؟ ايه العمل اللي انت شايف انه عمل جميل ومميز بتحب تتابعه وتشوفه كل مره بيجي؟ هو يعني بمنتهى الامانه انا لما كبرت وبقيت افهم الحاجات اكتر، اكتشفت ان هو في كل حاجه ليه تفصيله بيضيفها كده على الدور. فهو اجمالا في مجمل اعماله حببنا في الشرير. ودي ظاهرة يعني غريبة، ان الشرير بقى دمه خفيف، يعني تميز في كل شخصية، عمل حتة كده زي الانسان يعيش مرة واحدة،
شخصية بكري الصعيدي اللي هربان من الطار ومش عايز يورث الطار لأولاده، وهو مش هربان خوف ومش لأنه خايف إن هو يتقتل، هو بس علشان ما يورثش الطار. فكانت مناقشة فكرة الصقر بشكل إنساني جدا جدا جدا. أنا شخصيا بحب فيلم الأرض، العفوية بتاعت دياب، وفي مشاهد بحبها جدا جدا، يعني شايف ان هو فيها مشهد الطعميه، مشهد الطعميه في المحطه، او المشهد اللي جبناه من شويه يعني في الفقره التسجيليه لما فتح البطيخه بايده، يعني دي حاجه ما يعملهاش الا فلاح عتيد يعني. بالظبط، يعني هو الله يرحمه يوسف شاهين مبدع فعلا، يعني هو محمد افندي الله يرحمه الاستاذ حمد احمد فتح له المطوه النظيفه، لان شخصيه محمد افندي لابس الجلابيه البيضاء المكويه النظيفه، ففتح له المطوه النظيفه وقال له اقطع حته لابوك محمد. فدياب العفوي خبط البطيخه بايديه وقال له النبي بتاخد الحته دي. ففعلا ترجم الشكل العفوي جدا للشخصيه. فانا يعني اقتنعت ان هو دياب، اقتنعت تماما ان هو دياب. طيب عايزين نرجع مره تانية لعلي الشريف في حياته الشخصيه، اهتماماته كانت ايه؟ مين صحابه اللي كان بيبقى حريص ان هو يبقى متواجد معاهم في وقت ما يكونش عنده شغل؟ والد الله يرحمه كان مصاحب كل الناس. لا كان مصاحب كل الناس بجد، يعني انا لاني باعتبار ان انا الابن الاكبر فانا كنت ملازمه تقريبا معظم الوقت. كان بياخدك معاه في التصوير؟ كان بياخدني في التصوير وبياخدني في قعداته وبياخدني لما بيقابل حد. كان فرحان بابنه البكري. ففجأة ألاقي نفسي إن أنا قاعد مع الميكانيكي. مش عشان يصلح العربية، لأ ده هو قاعد بيسأله عن ولاده وعن بيته وهو عامل إيه في البيت، وإذا كان عنده مشاكل فهو بيحكيها لأبويا فأبويا ممكن يساعده في حلها. فجأة ننتقل الى حد في الجامعه، دكتور في الجامعه، فيقعد يتناقش معاه ويتناقش بايديولوجيه فكريه وتحاور سياسيا واجتماعيا ومنظور فلسفي للامور. طب ازاي تكلم ده بنفس طريقته؟ ازاي تكلم ده بنفس طريقته؟ بعدين فجاه الاقي نفسي قاعد مع عم عقبه الله يرحمه العربجي، عربجي قاعدين على العربيه كارو وحط على القش بتاع وقاعدين فوق العربيه، وممكن نكون بناكل بطيخ وجبنه، وقاعد يهزر مع اللي رايح واللي جاي ويسلم على اللي رايح واللي جاي. باستمرار كده بقى يعني حياته متقلمه ما بين الشخصيات دي، عشان كده قدر يؤدي جميع الشخصيات في السينما ببراعه شديده، لانه خزن كل المخزون ده كان عنده وهو بيؤدي هذه الشخصيات كلها. والله انا يعني انا مش عارف هو كان بيقعد مع الناس دي علشان هو بيحبهم بجد ولا بقى علشان ياخد منهم كاركترات يشتغلها. اعتقد ان هو كان بيحبهم بجد. يعني متهيألي كده، لان الناس الناس عارفينه كويس لحد دلوقتي، بيتكلموا عليه كانه كان موجود امبارح. الله يرحمه ويحسن اليه، هو من الفنانين العظام والقدار اللي ادوا يعني وقدموا مجموعه من الافلام المتميزه على شاشه السينما المصريه وايضا في المسلسلات. نشكر حضرتك يا فندم على تشريفك لينا، ودايما بنحاول من خلال مصر الجميله ان احنا نحيي ذكراهم ويكونوا معانا بالرغم من رحلهم. ربنا يخليك، الف شكر. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا ليكم اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا من مصر جميله، غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى.